صن داونز القاهرة، القاهرة صن داونز كده. كابتن سعد قول لي بقى، طمنا على علي معلول. كنت بتقول ان شاء الله بعد السوبر الافريقي ان شاء الله هيتم التجديد لعلي معلول. علي معلول واحد من نجوم النادي الاهلي، وانا خلاص بعتبره من يعني واحد من المخلصين في النادي الاهلي، كتب تاريخ كبير جوه النادي الاهلي. طمنا وطمن جمهور النادي الاهلي على اخر التجديد واخر المفاوضات مع علي معلول. خلاص علي خلاص، يعني اعتقد ان امير ممكن يقول تفاصيل احسن منك، لكن علي خلاص واحد من النادي الاهلي لمده الفتره اللي جايه، يعني انت بتتكلم في 3 سنين اللي جايين يعني، فانت خلاص يعني السنه دي والـ3 سنتين اللي جايين يعني. لكن علي من ساعه ما تعاقدنا معاه من اغسطس او يوليو 2016 واحنا عارفين كويس يعني الاستفاده اللي هتبقى من علي عامله ازاي يعني. لكن دايما اقول يا اسامه، يعني في النهايه انت ممكن ادي لك البدايه، لكن الاستمرار بتاعها ده بتاعك انت، مش بتاع اي حد تاني خالص يعني. يعني بنتعاطف شويه مع الناشئين وبنتعاطف مع الاسماء اللي لسه جايه، سواء كانت صغيره او متوسطه، لكن في النهايه في مرحله تقييم عندك انت اللي تملكها وانت اللي تقدر تثبتها يعني. اي حد بيلعب في نادي كبير البدايه ممكن تساعده، لكن استمراره في المقدمه واستمراره في النجوميه دي بتاعته هو، واستمرار النجوميه ده مش قليل خالص يعني. انت بتخرج من حته لحته 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 لمكان لمكان يعني، انت عندك جمهور يعني، جمهور كبير جدا وعظيم جدا وشعبيه جارفه، سواء كان في مصر ولا بره. احنا بنلعب في قطر، لكن بنلعب في استاد القاهره او بنلعب في استاد السلام، فانت بتتكلم في جمهور في كل انحاء العالم. تنزل من الطياره في اي مكان دلوقتي، سواء كان حتى يعني واحنا بنلعب في تونس او احنا بنلعب في المغرب، جماهيريه كبيره للنادي الاهلي في كل مكان، جماهيريه كبيره جدا، جماهيريه كبيره. وبعدين احلى حاجه ان انت بتخلص من المباراه بتحتفل على الفجر، بتكون ناسي تتفرج على بتبص على اللي بعدها، ودي حلوه. وده اللي حصل في كاس السوبر الافريقي، الجماهير وانتوا في الملعب بعد الكاس السوبر الدوري يا اهلي، البطوله اللي بعدها على طول اللي بعده بتقفل على وتخش على اللي بعدها.